بعد يوم واحد من تنفيذ أحد أعضاء حركة حماس هجوما بالسلاح في القدس الشرقية أودى بحياة إسرائيلي، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك عن اعتقال أكثر من 50 ناشطاً تابعاً للحركة في الضفة الغربية، مشيراً إلى ارتباطهم بشبكة خططت لارتكاب عملية إرهابية داخل إسرائيل. جهاز الأمن قال إنه ضبط أيضاً كمية من الأسلحة ومواد متفجرة لتجهيز أحزمة ناسفة. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين فإن هذه الخطوة تعتبر استباقية وواسعة النطاق لإفشال سلسلة من الهجمات الخطيرة والشديدة. المسؤولون أشاروا إلى أن تكثيف حماس لنشاطاتها في الخارج وفي غزة هو زعزعة للاستقرار في المنطقة. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن مصدراً في جهاز الأمن العام أكد على أن أنشطة هذه الشبكة تمت بإعازة من القيادي في حركة حماس صالح عراوري الذي هاجر إلى تركيا وناشط آخر يدعى زكريا نجيب وهو من سكان القدس الشرقية شارك في عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي عام 1994 وتم إطلاق سراحه في صفقة شاليط. وجرت عمليات الاعتقال خلال الأسابيع الأخيرة بتعاون بين جهاز الأمن العام والجيش والشرطة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية مثل رام الله وجنين والخليل.